طبعا دلوقتي بقى اخش انا واشوف هنعمل ايه. يلا بسم الله توكلنا على الله. طبعا الناس سبقونا بكتير بس مش مشكلة هتتعوض، انا ما بقعش بسهولة كده كده. يا قلبي لف يا برنس، لف يا برنس، لف يا برنس. عاش والله، والله اسطورة 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 اسطورة. ده احلى اسطورة ده ولا ايه؟ يب 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 يب. بس المشكلة طبعا الناس المتسابقين معانا ايه، اكيد كده كده هم هيسبقونا، لان المشكلة احنا ثلاثة دلوقتي وبنلعب، كل واحد اللي بيموت بيخش ورا التاني. لا او ماي جاد، عنطة خرافية والله. فعشان كده يا جماعة هتحسوا ان احنا ايه مش قادرين نجيب الناس اللي معانا، بس هنعمل ايه؟ اعدل يا اسطى، يا اسطى اعدل يا اسطى، العربية اتدمرت والله. كمل يا برنس. ليه اصلا انت اخترت العربية دي؟ ما احنا سيبنا لك تختار كل اللي انت عايز تختار، مش انت اللي اخترت العربية؟ حته القفزه ايه عنب. اظبط يا اسطى بقى، خدنا 50 ار بي حلوين حلوين، نعمه من عند ربنا. نعم بص في عيل اهو، خد يلا، اخيرا لقينا حد. اخيرا ماشي. يا استوكوليوس، دوس يا بابا. شفت بقى ايه رايك في النط؟ انا شكلي مش هديكوا اصلا، شكلي هكمل السباق للاخر. اديله اديله كده اديله واحد اديله غلط اديله اديله. ثلاثة صح؟ بص 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 الحركه دي، بص بص القلبه دي، بص وانت بص السرعه دي. انت كنت او ماي جاد، انا حاسس ان انا هلعب. بص بص اعدل يا اسطى، بص بقى القفزه دي، بص القفزه دي. او ماي جاد يا جماعه النطه، انا حاسس ان انا عايز اوقع نفسي عشان انتوا عمالين تبصوا لي وايه